في إطار خطة وزارة الأوقاف الخاصة بالاهتمام بتوسعات المساجد لمضاعفة الطاقة الاستيعابية بما يتناسب مع أعداد المصلين بالمناطق كافة على مستوى الجمهورية، افتتحت الوزارة توسعات مسجد الرحمة بمنطقة بركة الحاج بحي المرج بالقاهرة. نتابع. الاهتمام بالمساجد مبنى ومعنى بات أولوية قصوى لدى وزارة الأوقاف خلال الفترة الحالية، وهو ما تجسد واقعيا في افتتاحات توسعات مسجد الرحمة بمنطقة بركة الحاج بحي المرج، وذلك لمضاعفة الطاقة الاستيعابية للمصلين بما يتناسب مع أعداد قاطني المنطقة. الجميع في هذه الدائرة المحترمة متلاحمين مع المواطنين، متلاحمين مع الشعب، بينقلوا ويعكسوا صورة طيبة للقطاع للجهاز التنفيذي في جمهورية مصر العربية، لأن هناك تلاحم بين الجهاز التنفيذي وبين الجهاز المحلي أو الشعبي، وبيسفر عنه افتتاح مساجد، مسابقات قرآنية. بنعمل توسعة مضاعفة، أهالي بركة الحاج ساهموا فيها جميعا في إعادة وتطوير المسجد، وتم الفرش على نفقتنا الخاصة، وإحنا ودايما بناشد أن دايما رجال الأعمال والمستثمرين لازم يكون إيديهم في إيد الدولة، لازم ما يعتمدوش على الدولة في كل حاجة، لازم رجل الأعمال زي ما هو بياخد من الدولة لازم يعطي، لازم يساهم في بناء المساجد، لازم يساهم في فرش المساجد. أعمال التوسعة للمسجد جاءت حرصا من وزارة الأوقاف وأهالي المنطقة لتمثل واقعا ملموسا في التعاون المشترك بإعادة تأهيل المساجد. دايما نذلل العقبات للناس عشان تكمل دورها في بناء دور العبادات، والناس تسعد بقربها إلى الله عز وجل وباتجاهها إلى الله وبعمارة المساجد، وعمارة المساجد بالبناء وبالفرش وبالعمارة بالناس تعمر بيوت الله عز وجل. تحقيق كل ما يمكن المصلين من أداء عباداتهم بكل سهولة ويسر هو ما تسعى إليه وزارة الأوقاف خلال الفترة الحالية، مع تسخير كل الإمكانات لتوفير أفضل الخدمات لهم. وسط أجواء احتفالية تأتي وزارة الأوقاف بافتتاحات وتوسعات مساجد جديدة لاستيعاب أعداد أكبر من المصلين بداخلها، افتتاحات تأتي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. من منطقة بركة الحاج بالمرج، وليد هيكل، التلفزيون المصري.